هلا، بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه الصفحة أنا نصحت يعني مدربين حراس متخصصين اللي يملكون الكثير أن لا يبعدون اللاعبين دائما عن تدريبات الحيازة، تدريبات الكومبينيشن والربط، التدريبات اللي تسمح للحراس أن يطورون مهاراتهم المختلفة خلال هذه الفعاليات. في تدريب حراس بالأهداف، في تدريب حراس خارج الأهداف، في تدريب حراس بالقاعة، في تدريب حراس بألعاب مصارعة، في أشكال من تدريبات، في على هدف، في على بين عصي، في الكثير، في بقفز، في بلياقة بدنية، كل شيء موجود عند المدربين إن شاء الله. لكن أنا يعني دائما أفكر في أنه إذا عندي تمارين ربط، مثلا تمارين ربط، أضع الحراس إذا كانوا الحراس في درس، يعني دائما الكرات عندهم ومنهم يبتدي وينتهي الفعالية، والبقية اللاعبين يتحركون مع الكرات، يكون جيد جدا للحراس. وضعت تمارين مطلوبة من أحد الأخوة وأقول كذلك، أنت تلعب من أجل الحيازة، أدخل الحراس يلعبون من أجل الحيازة بالقدمين، لأن أصبح كي فاكتورز، يعني مفتاح رئيسي لكفاءة الحارس، ويصبح الحارس مشارك فعال فيما يعرف بالحيازة وبالبناء في ساحته. ممتاز. كذلك يصبح ممتاز في لعب الكرات الطويلة بعد استلامها من زملاء في ساحته. فتحسين قدمي الحارس بما يعرف البناء والمشاركة في ما يعرف بالحيازة في ساحته ممتازة، أو في منطقة الجزاء بدون مخاطرة ممتازة. فهو بالحقيقة لاعب يعني. وقوانين الكرة الآن أنه الكرات الراجعة الحارس ما تلعب باليدين، ما يستخدم الحارس اليدين منها ويحصل على أدفانتج، وإنما يحصل على أدفانتج إذا لعب بواسطة القدمين. فالمدربين يدربون بكثير، يسموه individual training، ممتاز ما بيه شك. يضع لحارس مرمى وينطي الكرة، هو في مربعات أو زوايا أو أهداف صغيرة، ويقول له ألعب طويلة الكرة التقليدي إحنا نسميه، أو يضع لاعبين أو يضع كل شيء. لكن عندما تأتي بالحارس وتضعه مع الجروب يكون التمرين أحسن إلى وللاعبين، ويصبح اللاعب يعني يسموه فاميليار بالتدريب مع مثل هذه الوضعيات. فقط ردت لأن جتني ملاحظة من مدرب حراس، يعني الملاحظة ما أذكرها، فيعني رجل محترم قال أنا ما أستخدمها، لأن المدرب بالألعاب يعني هو مسؤول عن اللعب وكذا، ما يخالف. فهم المدرب، أنت قل له أنه نضع الحراس ويكونون هم لاعبين بدل هاي الثنين اللاعبين، ونحط أهداف إشارة إلى ذول الحراس، وما في تصويب، وإنما هم لينك يسموه رابط بين الثنين لتحويل الكرة من جهة إلى أخرى، من جهة إلى أخرى، فتزداد المناورات ويزداد العمل، والحارس يشعر بأهميته وبأهمية أن يلعب الكرات في قدمي. كذلك قلت أنا لما عندك اثنين أنت ساندين خارج الساحة وتلعب جيم تكتيكال جيم براكتس، وعندك اثنين ساندين، لا تضع لاعبين بعض الأحيان، ضع الحراس وقولهم أنتوا ساندين، من تأتيكم الكرة لعبوها برجليكم مع الفريق اللي أعطاكم الكرة عشان الفريق ينقل الكرة للجهة الأخرى، وهكذا تنقل من حارس إلى حارس، سواء يعني 8-8 6-6. فالحراس يبدون الآن يستخدمون شيء مشابه للعب، أنه احتمال تجي الكرة من اليسار ويريد يردها لنفس الفريق، يجد واحد باليمين فاضي فيلعبها اليمين، فيصير عنده يعني familiarity،
يعني تعود نسمي على مثل هذه الوضعيات في اللعب إن شاء الله. بس ملاحظة للتسوق وإن شاء الله تكون ملاحظة جيدة، رغم أنه طبعا في عندما نتحدث عن الحراس الرقم المركزي في الحديث عن الحراس هم مدربي حراس المرمى. أسأل الله لي ولكم الهداية إن شاء الله. اللهم حاسبنا على نوايانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.